المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وتحيه الالوان لكم ومرحبا بكم اليوم عند محمد عدنان الصابونجي. بالنسبه لرمضان فحال جميع المغاربه يعني، غير هو انايا بالنسبه للفطور تيتقسم ليا على جوج ديال المراحل، حيت تنلعب الكره بزاف تنجي خاصني المياهات والعصير وداكشي يعني، ما تناكلش بزاف و ترتاح واحد شويه عاد ترجع للطبيب، لا تمشي ديك الساعه نصلي المغرب وداكشي، ورجعت تكون المعده شويه تضبطت، وموراها كما تنقولوا تندخلوا في دوزيام ميطون، ديك الساعه راح ضروري خاصك تاكل. بالنسبه من غير الفن، انا كنت تنزاول كره القدم يعني، وكنت مع النادي القنيطري من سومينيم حتى الجنيور، وديك الوقيته اللي وصلت للجنيور يعني جات الموسيقى كانت اون باراليل وتوجهت للمسار الموسيقي. انا كبيبك مخفي انا سعيد جدا النهار بهذا العرس الموسيقي اللي حاولوا نجمعوا فيه جميع سميتو فعاليات المدينه القنيطره من فنانين وناس مسؤولين اللي تغنى الرصيد ديالنا، وحاولنا نقوموا بهذا الحفل الصوفي اللي حاولنا منه نشوف تعرفوا على التراث ديالنا. لان هذا الحفل كان هو الشعار ديالو هو تراثنا هويتنا. وهذه الموسيقى الصوفيه هي ماشي هي قديمه، من القديم كانت تستعملها الناس لتمرير فهمتوا الخصال الفاضله للمجتمع تحول عبر الموسيقى، ولذلك اخترنا مدينه اخترنا هذا الشكل من الالوان الموسيقيه لنمرر هذا الكلام في المدح للرسول صلى الله عليه وسلم لسكنة القنيطرة ولجميع مواطنين المغرب. شكرا. اول ليله هذه الليله مباركه من السعوديه دازت، وكانت سابقه في مدينه القنيطرة اول مره كان كيتجمعوا مجموعه من الفنانين ديال هذه المدينه بهذا الشكل هذا، وكيديو هذه القطع الاندلسيه والملحون وكذلك الطرب ديال العساوه، وكانت كنطلبوا من الله ديما تستمر هذا الشيء باش بديتنا نزيد لقدام ونمشيو بعيد في الميدان الفني.